الوجوه النيرة، الوطنيين المخلصين اللي دافعوا عن بلادهم عن طريق كل الوسائل واللي ضمنوا معايا اليوم. وطبعا هذا يعني كل انسان يعطيه الا نفس اقوى للدفاع عن الشرعية الحقيقية اللي هو رحيلهم هم. هذا هو استاذ منذر الحزامي، برافو، نهار كبير، برافو لسيف، برافو، النهار اللي يظهر فيه الحق، النهار اللي يظهر فيه الحق ضد كل المراوغات وضد كل تحيل على بلدنا. الاستاذ أزهر العاكل من المحامين الذين وقف اليوم من اجل ان ننصف، حاولوا ان يعتقلوا خط تحرير، حبوا يوقفوا تلفزة، حبوا يعتقلوا تلفزة. المواطنين والشعب اللي تشوف فيه الكريم والمحامين والطاهر بن حسين، نقول يزي من ايقاف الخطوط التحريرية، يزي من ايقاف التلفز. راي الحرية تطلع في السماء وتبقى تدور وترجع، وكي ترجع تطيح على راس اللي اعتقلها تتعطل الناس وتتعطل الشعب وتقتل الذي وقعت على رأسه. الحرية لا يمكن اعتقالها. اليوم بنحسين وخطوة سلوم.